طيب على ذكر تدريبك للرجال، بتتعاملي ازاي مع اللي انت بتدربيهم، الرجال اللي انت بتدربيهم، سواء في التدريبات سواء في المباريات؟ وبرضه في تفصيله كده صغيره يعني عندي فضول شخصي الحقيقه، عايز اعرف اجابتك عليها. يعني دايما في اي مباراه كره قدم عاده اي لعيب بيحرز هدف بيروح بشكل لا ارادي على المدرب وياخده في الحضن، والنوع ده من الامور طبعا. بشكل احتفالي. في حالتك انت بقى الشباب بيعملوا ايه؟ يعني اللي انت بتدربيهم لما حد بيجيب جول، لو فكر يعمل يعني كده هيتعمل له محضر تحرش في حالتك كده؟ لا لا، هي في مساحات شخصيه، دي اهم حاجه، ان احنا بنقدر ازاي نتعامل مع اللعيبه، ودي مش تجربه قريبه. يعني ان انت الفكره ان هو الاحتفال ممكن يكون بالايد، ممكن يكون بعلامه، هو اكيد هيبقى عارف ايه يعني هو هيوصل لحد لغايه فين. لكن مفيش يعني حتى لو هنحتفل كده، هو الواحد في وقت الفرحه هو ممكن يعمل اي حاجه. مش تحرش، بالعكس، هو وقت الفرحه انت بتلاقي نفسك مثلا مشاعر بتبقى رياضيه. احنا بنطلع ناخدوا المدربين الرجاله في وقت من الاوقات، انت لما وصلنا هو افريقيا 2016 احنا ما بقاش مين عارف هو مين ولا فين من كتر الفرحه. لكن طبعا المساحات الشخصيه ما بين اللعيبه والمدرب، فكره التعامل نفسه، فكره التوجيه، هل هم متقبلين فكره ان المدربه هي اللي بتدربه؟ والله هو الناس مرحبة جدا، سواء اللاعبين والتيم بتاع الجهاز الفني بتاعي، سواء المساعدين ولا محلل الأداء واللعيبة. الموضوع في الأول أنا متأكدة إن الناس بتقعد تكلم نفسها، والولاد يقعدوا يهمهموا كده، إيه ده بنتي عمي، إيه ده الناس هتتريق علينا، ومش هنبقى الناس هتاخدنا يعني ملطشة يعني. بس الحمد لله بالنجاحات الواحد بيحققها، او ان انت بتضيف للولد حاجه زي المدرس مثلا، لو هي مدرسه ست الاول الولاد بيدخل فصل فيها رجاله وفي هزار، لكن لما بيلاقي فعلا في حاجه ايجابيه وفي حاجه هتطوره او حاجه هتضيف له في مستقبله او كذا، طبعا بيحترم الفكره.